أهلا بكم. أين الخطط الحكومية في حل أزمة السكن في العراق؟ ألم تتعهد الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن بحل أزمة السكن؟ فأين ذهبت هذه الوعود؟ ألم تصبح بغداد أكبر مدينة في العالم تنتشر فيها العشوائيات السكنية بحسب مختصين؟ ألم تسمع الحكومة أن نحو 15% من سكان العراق يسكنون في العشوائيات؟ فأين الأموال المخصصة لبناء مناطق سكنية جديدة؟ ما هي وظيفة وزارة الإعمار والإسكان في الحكومات المتعاقبة؟ أليست هي وزارة اسمها الإعمار والإسكان أم أنها وزارة التهديم وطرد السكان؟ هل يعقل أن حكومات تتولى الحكم لمدة 16 سنة وبميزانيات ضخمة ولا تستطيع أن تقلل من أزمة السكن وأن تضع حلولاً لتوزيع الأراضي على الفقراء بدل أن يلجأ هؤلاء إلى بناء العشوائيات؟ أم أن الحكومات المتعاقبة تتعمد أن يقوم المواطن الذي لا يملك قطعة أرض في بلده أن يقوم ببناء غرفتين ليعيش بها هو وعائلته لتأتي بعد ذلك لهدمها؟ لماذا تفشل الحكومات المتعاقبة في النجاح ولو في قطاع واحد؟ أم أن الفساد الذي يستشري بدوائرها لا يمكنها من النجاح؟ أين دور البرلمان بتشريع قانون يمنح كل مواطن عراقي قطعة أرض بطريقة رسمية تجنب المواطن التشرد واللجوء إلى العشوائيات؟ لماذا تغض السلطات الحكومية الطرف عن استيلاء المسؤولين والسياسيين وقادة الميليشيات على أملاك الدولة وأملاك المواطنين بينما تلاحق المواطن الفقير على بناء غرفتين؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم، والتي نركز فيها على الحملات المستمرة من قبل السلطات الحكومية لتهديم مساكن المواطنين المتجاوزين على أراضي الدولة وعدم إيجاد الحكومة لحل لأزمة السكن في العراق. فاصل ونعود إليكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك. يوم من عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوا على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصياً مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغوا الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد، نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول موضوع أزمة السكن وانتشار العشوائيات في العراق والحملة الحكومية لهدم الدور على رؤوس المواطنين وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. دعونا في البداية نتحدث بلغة الأرقام حول موضوع أزمة السكن وانتشار العشوائيات في العراق وخاصة في العاصمة بغداد، حيث أظهرت نتائج إحصاءات قامت بها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 2017 بأن نحو 13% من سكان العراق يعيشون في العشوائيات، ولم طبعا لم يشمل الإحصاء سكان محافظات إقليم كردستان العراق الثلاثة، أربيل، دهوك والسليمانية، وكذلك استثنى المحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين نظرا للأوضاع الأمنية المضطربة كما جاء في بيان وزارة التخطيط في ذلك الوقت، حيث أن إحصاء وزارة التخطيط شمل فقط 12 محافظة من محافظات
العراق. مجلس الوزراء في عام 2015 وافق على خريطة طريق كما أسماها، قدمها برنامج الأمم المتحدة لمعالجة مشكلة المستوطنات البشرية، حيث أعلنت الحكومة في وقتها إلى تبني برنامج لإعادة تأهيل المستوطنات غير الرسمية وتسوية أوضاعها في العراق، لكن لغاية الآن لم ينفذ أي شيء من هذا البرنامج. وخلونا يعني نركز أنه البرنامج الأمم المتحدة قدمت الخطة وليس الحكومة. طبعا استنادا إلى بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد تجمعات السكن العشوائي بلغت في 12 محافظة 3687، هذا احنا بدنا نحكي 2017، اليوم احنا 2019، يعني التجمعات العشوائية والمناطق التي تنتشر فيها العشوائيات ازدادت. يعني مثلا العاصمة بغداد احتلت الصدارة بواقع 1000 منطقة عشوائية، 1000 منطقة عشوائية، وشوف انت كل منطقة شقد بيها. تلتها محافظة البصرة بواقع 700، فيما كانت محافظة النجف ومحافظة كربلاء الأقل بحسب أرقام وزارة التخطيط من حيث وجود التجمعات العشوائية، وبلغ عددها 89 منطقة فقط. وقدر مسح لوزارة التخطيط عدد سكان العشوائيات بالقياس إلى عدد الوحدات السكنية البالغ عددها 522 ألف، أكثر من نصف مليون وحدة سكنية عشوائية تضم أكثر من 3,300,000 مواطن. يعني هاي إحنا هل نرجع ونقول هاي أرقام 2017 وإحنا اليوم 2019، يشكلون ما نسبته 13% من سكان العراق ب 12 محافظة فقط. طبعا أشير بيانات التخطيط إلى أن 88% من التجمعات العشوائية نشأت في أراضي تعود ملكيتها للحكومة. وهذا كذلك يطرح تساؤل، إذا أغلب الأراضي اللي تم البناء عليها تابعة للحكومة، فلماذا لن تقوم الحكومة والحكومات المتعاقبة كذلك بوضع خطط فعلية لجعل هذه المناطق مناطق سكنية، أو إيجاد بديل بما أنه 88% هي تابعة أراضي للدولة أي تابعة للشعب؟ إذا كانت هناك حكومة فعلية لكانت قامت بتوزيع أراضي على المواطنين والمحتاجين والفقراء. 12% تابعة للقطاع الخاص. كذلك في سنة 2017 ارتفعت نسبة العشوائيات لعدم تطبيق الخطة المتفق عليها اللي تحدثنا بها واللي قدمتها الأمم المتحدة وليست الحكومة. في وقتها صرح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي بأن 3,300,000 مواطن يعيشون في العشوائيات المنتشرة في عموم المحافظات، 12 محافظة، مما ينبغي معالجة 530,000 وحدة سكنية يعيشون فيها ضمن الخطط التنموية التي تضعها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى. طبعا بحسب مختصين في مجال الهندسة، فإن بغداد أصبحت أكبر مدينة على مستوى العالم فيها عشوائيات، أكبر مدينة على مستوى العالم فيها عشوائيات بحسب مختصين في مجال الهندسة. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك ولكادة قناة الرافدين المحترمة. حياك الله يا أهلا بك. وأوجه تحياتي إلى الأخ السيد بهجة الكردي، صار من زمان ما سمعين صوته. حياك الله، تفضل. وإلى كافة كادر القناة. يوصل إن شاء الله يسمعوك. الله يسلمك عيني. بالنسبة للعراق حدث ولا حرج، والمأساة كبيرة. نعم، لأنه مثل ما يقول الشك كبير والرقعة صغيرة. نعم، من ناحية العشوائيات هذه يعني شغلة منتهين من عدها. ما دام ورانا إيران وزبالة إيران، اقرأ السلام على العراق. نعم، فتحدث هذا أبو النفس هسه قبل شوية طلع. غلام حمودي يقدر يعيش ب100,000 دينار؟ نعم، ما يقدر.
لان الناس عايشه مجبوره انه تعيش بالعشوائيات لان ما عندها قطع اراضي. نعم. وما حد ينطيها. ليش الحكومه تمتنع عن توزيع قطع الاراضي؟ حتى لو بدت بالموظفين، بالمعلمين، بالمحتاجين، يعني شوي شوي 16 سنه كان حلت الازمه. وفلوس موجوده ما شاء الله. بالضبط صحيح نعم. نعم، شنو المانع؟ والله ماكو مانع، لان احنا جابونا نعلة الله على ابو ايران ونعلة الله على ابو امريكا، جابونا زبالات ايران، جابوهم لقطاء من الشوارع. هم ذولا جايين مو خدمه البلد، جايين ديبوقون قوه الشعب العراقي. زين، يعني من 2003 لحد الان دمروا العراق، والله لا يبارك بهم والله لا يوفقهم ان شاء الله. وانا اقول لهم ترى لا تفرحون، ترى المي الحار ترى جايكم، لا تفرحون. زباله ايران وعلى ايران ونعلة الله على ابو ايران، لا ابو جاب ايران علينا، لا ابو بوش. هم لما يحسون على نظام صدام حسين، والله العظيم انا رجل لا حزبي ولا بعثي ولا من عائله مستقله، ولكن للحزب مال صدام حسين الله يرحمه، والله العظيم ما يجون. نعم. الله يرحمه والله يرحم الشيخ حارث الضاري. زين ابو حسن. كل استاذ شريف. نعم. نعم. ابو حسن، يعني. نعم علي. ليش اليوم احنا نشوف ونسمع عندنا مسؤولين ما شاء الله من العام 2003 وقاده وزعماء سياسيين على اساس مسيطرين على مناطق كامله ببغداد وبغير بغداد، طبعا هي اغلبها يا اما املاك للدوله تابعه، ها، يا اما املاك تابعه لمواطنين، بس يعني مناطق زينه مسيطرين عليها الجماعه. زين، اذا الحكومه من نشوف احنا تجي الحكومه وتدز شفلاتها والياتها وتهدم العشوائيات، ليش مضطر ذول المسؤولين من بيوت الدولة وبيوت المواطنين؟ يعني على الفقير ما تقدر، بس على الفقير. نعم نعم. هذول استاذ عمر، نعم، هذول هم جايين حرامية، اي ما يقدرون على ربعهم المسؤولين، لان حش الحضور وحش المشاهدين، واحد تافل بحق الثاني، فيجون على الناس الضعفاء، يجون على الناس الضعفاء، وهم جايين يستحوذون على الأراضي التابعة للدولة، وإذا الناس مواطنين عاديين فقراء هم مستحوذين عليها في كل الأحوال. نعم. وهذا الإنسان المواطن العراقي قد يمسح إيده بالحائط، والله العظيم إذا الشعب العراقي ما يصطف صفا واحدا وحزام واحد وايد واحده ويتكاتفون، العراق ما تقوم لقائمه، ويقومون لازم بثوره مسلحه لاسقاط هذه الشرادم اللي اجت قبعه المنطقه الخضراء وسيوفهم متسلطه على رقاب الشعب العراقي. نعم. انا اشكرك ابو حسن من بغداد، كان معنا اتصال ابو زينب من النجف. تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. طبعا هذا الموضوع هو شائك وعميق جدا. نعم. بصراحة زمن النظام السابق ما كان اكو شيء اسمه عشوائيات، ولا كان اكو شيء اسمه ازمة سكن. ممكن يعني تنصر التلفزيون ابو زينب، الله يخليك. نعم ابو زينب، ممكن تنصر التلفزيون للاخير. قطعة ارض سكنية واحدة على اي مواطن. ابو زينب. نهضم. ابو زينب. الاراضي الموجودة. ابو زينب. نعم. ابو زينب. نعم. بس نصل التلفزيون للاخير، الله يخليك. نصيه. للاخير. نصيه. نعم، تفضل. فهذول اي قطعة ارض الى اي مواطن عراقي ما انطوا ولا بنوا. يعني لو اريد نقارن بكل بساطة بيننا وبين اقليم كردستان، شوف ايش قد بنوا هناك شعبهم، وشوف احنا ماكو هنا نهبون الاحزاب. يا قطعة ارض تروح عليها قال لك هذه يريد الحزب الفلاني والتنظيم الفلاني والتكتل الفلاني. يعني هاي مسألة الحزبية اللي هي فوق القانون وطغت على الناس وطغت على الدولة. اذا هي المسألة مسألة اراضي، يعني هاي هسه الاراضي ممتدة منا للسعودية ومنا إلى الكويت ومنا إلى سوريا والأردن،
يعني هاي كلها مو اراضي؟ ابسط شيء اذا يردون الان محافظه الانبار ثلث العراق، خلي قسموها سوى ست محافظات، النجف يسويها محافظتين، السماوه يسويها محافظتين، مو؟ وليش هذا التقسيم ابو زينب؟ هم يعني ليش التقسيم؟ انا اوزع على كل من ونفوسه واوزع له قطعه قاع ما عنده. ما يخالف، انا سحت وياك. نعم. انا رجل عمري 60 سنه صاحب عائله موظف لحد الان قاعد ايجار. تعرف شنو؟ نعم. صار يقشمرون بينا، قدمنا على المواطنين ما اعطونا، قدمنا على الموظفين ما اعطونا. قدمنا على الصحفيين الاعلاميين ما اعطونا، على مدري شنو ما اعطونا. ها اليوم ها باكر ها عقبه ها مدري شنو. شقوا مراكز مدن واحياء راقية بمراكز المدن، استحوذوا عليها. حتى معسكرات التدريب اخذوها وبنوها لهم. حتى الساحات العامه والحدائق العامه ما خلوا شيء ما نهضوه. الذنب مو ذنبهم. الذنب هو ذنب الشعب. ساكت على الظلم، ساكت على الظلم، يستمر الظلم، واحنا دي ندفع الضريبه بلاش. حكومات متعاقبه فاشله، والشعب متلقي ومحكوم افشل. المفروض الشعب يصنع قراره، واذا هم اشراف الموجودين بالحكومات المركزيه والحكومات المحليه ان يقولون بانه ان جايين لاجل الشعب، طيب الشعب يا اخي ما يريدكم، حلوا عنا، خلي الشعب هو يقرر مصيره. نعم. يعني ما خلوا شيء ما سرقوه، يعني 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 والله العظيم فشلونا وسوونا وضحوكة العالم. الحل بيد الشعب، يعني انت بشرفك شايف حدائق عامه بنص البيوت يحولوها الى محلات ومولات مطله على البيوت وطابقين. هاي بالنجف خصوصا لو تجي بؤره الفساد بالعراق كله هو النجف. واكبر فساد من 2003 للان، فساد مالي واداري واخلاقي كلهم سفله. من يقف وراء هذا الفساد؟ ابو زينب بالنجف من يوقف وراء هذا الفساد؟ نعم، انقطع اتصال مع ابو زينب من النجف. طبعا النائب الاول لمحافظ بغداد جاسم موحان البخاتي صرح في تموز 2018 عن وجود 600 منطقة عشوائية في العاصمة تسبب أزمة مياه الشرب لبعض المناطق، وألقت بظلالها على ظاهرة عدم السيطرة من قبل الدوائر التنفيذية بإيصال الماء لكل المناطق. خلونا نروح إلى محافظة كربلاء ونشاهد مقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لسيدة عراقية من كربلاء تحاول منع هدم بيتها دون جدوى، طبعا الطالب بتوفير بديل إلها قبل هدمه، لكن النتيجة قامت الآليات الحكومية اللي ترافقها قوات حكومية بهدم البيوت واعتقال 12 مواطن بحسب ما قال اللي صور المقطع. خلونا نشاهد. والله انتم دواعي، شو مجلس محافظه مشروع والله بلكي مجلس محافظه شو مجلس محافظه كربلاء هذا هو هذا المجلس محافظه هذا الشفر بلديه رقم هذا بلديه الشفر هاي العالم يدخلون فيهم بالقوة طلعون فيهم لبيوتهم وهاي المرأة يتيمة وعلى الشهداء وهاي البيوت فلشوها عليهم هاي حكومة كربلاء المقدسة حكومة الشيعة شلون كلش العالم هاي الدولة هاي عوائلهم بالشارع هاي الشفلات هاي الدوريات اعتقلت 12 واحد من عندهم لانه ما عندهم كراوي يشيلون بيها. نعم، يعني امرأة تستنجد ما عندها، اجوا هدموا بيتها، وتقول ويقول صاحب اللي صور المقطع يقول هاي ام شهداء. هاي مصيبة، يومية مصيبة.
معنا اتصال ابو شيماء من ديالى. تفضل ابو شيماء. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك اخوي. بس اريد نقول هاي الحكومه هي حكومه عصابات، نقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني اذا هي مساله التجاوز نقول هينا، اذا ظلت على مساله التجاوز نعم تدري بالمحافظات جاي يصير محافظه، حتى صاحب البيت جاي يريد قاعد جاي يخلونه يبيع بيته وجاي يدفعها بسبيل هاي الدعاوى الكيديه مالتهم. زين حتى اهل البيت اللي عنده بيت ما جاي يخلص نفسه، مو بس المتجاوزين خطيه، وانما حتى صاحبين البيوت والاموال والهاي ما جاي يخلوهم يعني ما عندهم. الشعب العراقي نهي من 2003 لهذا اليوم. زين تعال شوف المحافظات ديالها ايش يسوون، مناطق جبور، المخيس هاي المخيس خاصه بادوها فد نوبه، بيوت عوائل باكملها انبادت. زين وهاي متجاوزين خاصه يوميا جايبين تبالغ، شيلوا 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 فد نفسه. لا عنده بيت خلصان ولا القاعد تجاوز خلصان من 2003 لهذا اليوم، من دعاوى كيديه، من عصابات، من ميليشيات. زين هاي حكومه ايرانيه نزلت علينا غضب. زين جاي ياخذون ثارهم لمده 8 سنين، انا قاتل بيهم هاي لا زيد ولا اقل. زين وهاي الناس خطيه، انت تعال شوف محاضر ديال من السجون من اعتقال من كتل. يعني هسه اللي عنده سياره يجون يساهمون يدقون بابه الباب عليه محاضر ديال، يقولوا له تشتغل بسيارتك تدفع لنا نص بيها. ايش دي يسوون؟ انت لهنا وصلت. زين اللي عنده سياره مثلا عنده شاحنه وتريلا وشي يجون يدقون الباب عليه يقولوا له نص بيها، واذا ما انطاهم يفرعوا له دعوه اسمها دعوه 4 ارهاب، هي دعوه 4 سنه. زين وهي يعني من 2003 لهذا اليوم. زين تعال شوف مخيسه، تعال شوف هاي مناطق جبور خاصه الخطيه بادوها من شروي كلها من شعر مسح ويلقى شنو يومين حاطين عبوات ويطقطقون على العالم ويبدون العالم بها. نعم وهاي المتجاوزين خطيه يومين يشيلون بكار تباليغ، بس انا اقول لك جاي هم يسوون بها مالات ودعاره، وحتى الشريف ما خلص بعده مقبره الشريف يوميا الظهر الميليشيات الطب تقفل مقبرة الشريف، الباب مال مقبرة الشريف الضب وظل تشتغل مقبرة الشريف. نعم يوميا شوي شوي يجي يفرشون بالقبور، حتى القبور الله سبحانه وتعالى يعني ما ظلت ما خلص منهم لا الطيب ولا الميت. اي والله ما خلصت نهاية يومية الظهر، والله يومية الظهر يقفلون الباب مال مقبرة الشريف وظلون شوي شوي يجي يفرشون بالقبور، جايبنون بيوت بنصر مقبرة الشريف. زين ابو شيماء، شنو اللي يمنع هاي الحكومات اللي جتنا مع الاحتلال الامريكي انه مثلا عم تجيب الشركه الصينيه تبني لها كم مجمع سكني وتقسط على المواطن، المواطن يدفع اذا كان موظف او عامل يدفع مبلغ شهري هل يقدر عليه، هي مثلا تحدده وتحد من ازمه السكن. شنو المانع يا اخوي؟ هاي يا اخوي هاي اذا كانت الدوله لك، هاي اذا كانت دوله ان صدق دوله من قلبنا من رحم الشعب العراقي، مو جبتي دوله ظالمه، دوله ايرانيه فرست هي دوله عدو للشعب العراقي. هاي الدوله ظالمه للشعب العراقي ما تفكر هذا التفكير، بس اذا كان دوله قلبها عليك ومحترق قلبها عليك صدق هاي تبني هيك شيء. زين يعني صدام حسين كان المعوق ينطي اللي يستشهد ينطي، هسه مو رايح اشدهم هم هاي شربي هاي مو هسه جاي يموتون لهم على نفسهم، جاي يدافعون على نفسهم يقتلون يسلمون العلم وصاحبهم جاي يموت يخلون مرته تجدي وتمشي بغير طريق وهاي وما يقفون ويا جماعتهم ما يقفون، يجي يقفون يا الشعب العراقي الصحيح وين يقفون؟ زين هاي اذا كان دوله حقيقه ودوله صدق صارت غير رب العالمين هاي تمشي بهيج مشاريع صدق، مو تجي دوله باطله هي هم هذول دوله على فناء، دوله باطله. زين أنا أشكرك أبو شيماء من ديالى. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. بيان فضلك، مساء الخير أستاذ عمر. مساء النور، أهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ حياك الله يا هلا بك. أبقيك أبو تحية لك وتحية تقدير واحترام لك وللغناء وكادر الغناء والأخوان المتصلين. أهلا وسهلا بك. بالنسبة كما تكلم الأخ هم يشوف العتب على الشعب العراقي ماذا ما يتحرك، ما دام يعرف أن حكومة هي زبالة تابعة لإيران. ماذا ينتظر؟ زين ماذا أبو فيصل، الشعب أتفضل. الشعب يطلع يتظاهر يقمعوه، يطلع يحشي على منصات التواصل اللي يسووا له قانون يعاقبوه ويسجنوه،
الشعب يحكي يقمعوا ناشطين لحد الآن مخفيين ما حد يعرف مصيرهم وين، ميتين طيبين، يطلعون تظاهرة سلمية يضربوهم بالأسلحة النارية، ايش يصير الشعب؟ ايش يصير؟ لا عاد لا عاد ما في حاجة، إذا ما يتحرك الشعب لابد من مواجهتهم، إذا ما يزحفون عن الخضرة الزبالة هذه الخضرة، هذه سياسة هذه التابعة، هم زعماء ميليشيات ينهبون من أموال العراق كما كل يوم ذهب هذا زعيم ميليشيات السرايا يسرق من المناطق الغربية ويوزع بقم. شوف كيف مجرمين يعني لهذه الدرجة يسرقون من أموال العراق ويوزعون على المجوس أبناء المجوس الذين دمروا العراق، فلابد من الشعب العراقي، والشعب العراقي شعب ليس بالبسيط يعني شعب ما، وبعدين شعب ذكي يعني ماذا كيف تمشي عليه هذه؟ نحن نعرف انه في دعم خارجي ونعرف انه تثبيت العراق على هذا الوضع السيء نعرف، لكن الشعب العراقي ما له نايم لحد لابد من تضحيات. ما نايم ابو فيصل، وين نايم؟ وين نايم؟ العراق من الـ من الـ من الثمانين يقاتل لغاية اليوم، هذا كله هذا يعتبر قتال، النزوح النزوح قتال، التهجير قتال، تهديم المدن قتال، كل هذا النضال يدفع فاتورة، ده يدفع فاتورة لمواجهة الخطر الإيراني علي وعلى المنطقة العربية. صحيح صحيح، ونحيي المناطق الغربية من أول يوم من الاحتلال الأمريكي هم قاوم، لكن نلوم على الرجال اللي بقى محظوظ بالجنوب ليش ما يتحركوا مع أخوتهم. نعم، أنا أشكرك أبو فيصل من السعودية كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد. مقطع آخر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لرجل من العاصمة بغداد يلقي بنفسه أمام آليات أمانة بغداد لمنعها من تهديم بيته، ويؤكد بأنه يمتلك طابو بقطعة الأرض قبل البناء عليها. دعونا نشاهد معا. اشتركوا في القناة.
من واحد جاب القرار محكمة طلع باطل وباطل. نحن 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 نحن. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. نحن أولا أحيي القوى الوطنية في الخارج وفي الداخل وفي الشمال وفي الجنوب، ونحييهم على نضالهم الوطني الثوري المشرف اللي كلنا استشعرناه وفهمناه جيدا. نحييكم ونشكركم على الدفاع عن أوطاننا وعن أرواحنا وعن أعراضنا. أما سيدي بالنسبة حضرتك بتقول وزارة الإسكان، يا سيدي ما اسمهاش وزارة الإسكان، اسمها وزارة الهدم والتدمير والتخريب. دول مش جايين لبناية، ما تنتظرش منهم بناية ولا تنتظر منهم تنمية ولا يعرفوا شقف، انسى الكلام ده. دول النهارده عايزين ينشالوا، هم بمعنى صح كده بقول لك شني، أنا عاوز أنشال بس وشني، اطلع شني، هي معناها كده. راجل عادي، عادي يا عم، مش عارفين حاجة خالص، بمعنى صح. يا عم الشعب العراقي الحقيقة ما تذكرش في المقاومة، شعبنا البطل قاوم وضحى بمرين شهداء، لكن يا اخواننا لازم يكون في حل، عصيان مدني، نطالب بعصيان مدني شامل، كله يطلع تحته بالبلوس، لأن العالم دي مش جاية غير بعصيان مدني، هتطلع هيموتك بالرشاد، وكلنا هنعمله عصيان مدني بإذن الله تعالى. عم احنا ما كناش عارفين نعيش في وطننا، عم شفنا راسك سودا في جميع الدول، واحنا ناس ما ارتكبناش جريمة أساسا، ناس عندنا أمل، عايزين نتطوروا، عايزين نعيشوا بكرامتنا، عندنا طموح وامل، نموت ونسيبوا الامل جوانا، لازم نكافحوا حتى عشان امالنا وحياتنا ومستقبلنا. عم لازم يكون في حل سريع، ونشكر حضرتك جدا. شكرا مصطفى السيد من مصر كان معنا. معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. ابو حسن انقطع اتصال مع ابو حسن من بغداد. طبعا ناكد انه احنا نعتذر عن استقبال اتصالات على الواتساب، الواتساب فقط نستقبل عليه رسائلكم، ونرجو تكون رسائل قصيرة ورسائل مفهومة. طبعا أعضاء في مجلس النواب دعوا إلى اتخاذ قرار نيابي لإيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بإزالة الدور السكنية المتجاوزة لحين إيجاد بدائل مناسبة والتصويت على مشروع قانون التجاوزات السكنية. النائب حازم الخالدي قال بأن ملف إزالة التجاوزات أصبح خاضعا للمساومة والاستغلال والابتزاز لأصوات الناخبين من سكان تلك المجمعات، خصوصا مع قرب الانتخابات المحلية. وأضاف أنه إذا أرادت الحكومة إزالة التجاوزات فعليها أن تبدأ بإزالة تجاوزات الجهات السياسية وبعض المسؤولين التي سيطرت على بعض الأراضي والمباني العائدة للدولة. معنا اتصال سعد من السعودية، تفضل سعد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا أخوانا المقدم، حياك الله في هذه القناة. أهلا وسهلا. أنا أقول هذه الحكومة اللي يعني جت للتدمير، والله ولا في مثقال ذرة أن هذه الحكومة. أول شيء حاجة عشان الحكومة هذه شرعنتها والاعتراف بها، هذه هي المصيبة واللي مكنتها من تدمير هذا البلد. الحين الوضع الحالي أول شيء طرد كل السفراء اللي اعترفوا اللي هم سبب المشكلة اللي قائمة في العراق، لأنهم اعترافوا بهذه الحكومة وهذه طرد أم سحب؟ تم؟ أقول لك طرد أم سحب؟ لا طرد كل السفراء. من يطردهم؟ أو يتم عدم الاعتراف بهم شعبيا. أي دولهم لازم تسحبهم. أيوة. نعم. يتم سحبها لأن هذه الحكومة أثبتت أن العصابة أثبتت أنها ما هي جاية للتعمير، هذه جاية للتدمير يا حبيب. نعم. أول شيء هذه الخطوة عشان يندحر فسادهم، ولا طالما أن هذه العصابة موجودة والله ما في أمل أنه يكون مساكين هذول الضعفاء بيوتهم تتهدم على اسوء على اي اقل حاجه انك تشيله وتعوضوا بيت قبل ما تهدم بيته. وهذه مشاركتي، والله يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. سعد من السعوديه كان معنا. طبعا النائب عن محافظه البصره رامي السكيني اعتبر بان سياسه الدوله هي التي شجعت على زياده التجاوزات والبناء العشوائي، وبين بان بعض المناطق العشوائيه تحولت إلى مرتع للجريمة والمطلوبين للقضاء.
رامي السكيني قال بأن تذمر السلطات المحلية والدوائر الخدمية من التجاوزات والعشوائيات وتحججها بإعاقة الخدمات هو تهرب من المسؤولية، وأضاف بأن سياسة الدولة وبعض الدوائر الخدمية وراء انتشار تلك العشوائيات والتجاوزات، وأشار إلى أن بعض الدوائر زودت مناطق المتجاوزين والعشوائيات بتأسيس شبكة صرف صحي وكهرباء وماء بشكل رسمي، في حين حرمت مناطق رسمية موزعة من تلك الخدمات. طبعا هو أوضح بأن تلك المناطق والمطاعم والمولات المتجاوزة بنيت منذ 2003 ولم تتخذ ضدها أي إجراءات، يعني تابعة لمسؤول أو زعيم أو قائد حزب. على كل حال معنا اتصال أبو مريم من بغداد. تفضل أبو مريم. أبو مريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا بالبداية أنا أشكركم قناة الرافدين، أشكركم جزيل الشكر لتغطية هذا الموضوع. أهلا وسهلا. لأنه الكثير من القنوات بالإعلام بالتلفاز ما غطوا هذا الموضوع، ولا هي بالحقيقة كارثة. نعم. كارثة وجريمة، والساكت عنها يشارك بالجرم. هذا جريمة. يعني أنا من أهل البيت، هذا فقير، هذا ما لجأ إلى السكن بالعشوائية أو الأرض الزراعية إلا لحاجة، إلا لأنه لا يمتلك المال الكافي ليشتري أرض طابو. وأنتم تعرفون بالعراق وخصوصا بغداد والمحافظات المجاورة لبغداد، لا يستطيع الفرد العراقي شراء شبر واحد طابو ومولد رسمي. أنت هل تعلم كإحصائية حقيقية ما يقارب النصف الشعب العراقي ما عدا أقليم كردستان، طبعا هذه دولة ثانية، ما عدا أقليم كردستان، نصف الشعب العراقي قاعد بالعشوائيات بما يشمل العشوائيات الحواسن أو التجاوزات أو الزراعي أو المصفر، الأراضي المصفرة اللي توزعها الدولة. هذه نصف الشعب العراقي قاعد بيها. النصف الثاني الذين يقتاتون على الرزق، يجيبون رزق حلال لعوائلهم يوكلوها، قاعد بسطيات على الشوارع لأنه لا يستطيع استئجار محل يسترزق بيه. وانتوا تعرفوا الإيجارات من 500,000 600,000 700,000 من مليون، زين هذا اللي حط له بسطية على الشارع اللي هو غير مضطر يوكل عائلته من رزق الحلال، زين انت من تهدم هذه القمرية او هذه البسطية، انت ما تفكر. تعال شوف الشوارع انت اللي مسددها بالصبات، تعال شوف الشوارع اللي قاطعتها التكتك اللي يجيبون تستوردون منهم وترسون الشوارع بين، انت متباوع الشوارع اللي ما اخذ الاسواق، ما اخذ نصف الشوارع، انت ما تزيلها، تجي تزيل قمرية او مثقف او بسطة يسترزق عليها هذا البسيط، يعني انت من تهدم بيت سقف بقانون العالم الدولي لا يجوز هدم سقف تحته بشر، لا يجوز نهائيا هذا القانون. طبعا واللي طلعوا هدموا لا يجوز، وما عندهم قرار قضائي. أتحدى أي واحد بالحكومة وبالأمانة وبأي واحد مسؤول يجيب لي قرار قضائي على أساسه أتم إزالة هذا البيت أو هدم هذا السقف. قرار قضائي، القرارات مزاجية حبيبي، القرارات حكومة الأستاذ الفاضل الموقر الذي نأتى به رئيس الحكومة هو رجل ضعيف طبعا. والكل ما حد يختلفوا، اثنين ما يختلفون على هذا الشيء، رجل ضعيف. والرجل الضعيف يريد يقوي نفسه على من؟ ما يقوي نفسه على القوي، يقوي نفسه لمن؟ يقوي نفسه على الفقير، على الضعيف، على الانسان اللي هالك اللي وجهه محترق من الشمس، زين، على الانسان الفقير يجي يبرز عضلاته. وانت ابو الشفل انت، يعني ولا تزروا وزارة وزارة اخرى، زين انت تجي بحجور شنو؟ وانت مكيف وتصور وشوفوها واشهدوا لي عند الامير. ليش؟ وين الحل؟ انت من تهدم بيت، طبعا فرع سكني، شارع سكني، يعني ناس عايشين بامان. نعم. قطع اراضي ما وزعت الدوله، يعني
كان الحكومه السابقه كانت توزع اراضي، فما لحقت اكو اراضي ما وزعتها. اجت الناس كرفت هاي النفايات، اذا تسمعني مو استاذ؟ نعم اسمعك وياك. اجت الناس كرفت هاي النفايات وكانت اتلال واجبال من النفايات. زين؟ من هاي القطع المصفره تسمى مصفره لانه ما وزعت الحكومه. نعم. كرفت هاي الاتلال من النفايات اللي كانت تحتوي الجرذان والفيران والبزازين ولا الى اخره، بنتها بناء نظامي، بناء ناس تريد تعيش بكرامه لان ما عنده يشتري ارض، زين، على اساس انها هي عائده للدوله، وهذا لا. ابن الدوله، هذا ما جاي من افغانستان ولا جاي من اسرائيل، هذا ابن الدوله، هذا ابن، هذا حق النفط، هذا لا. حق العيش الكريم، الدستور يقول لك. نعم. ابو مريم من بغداد كان معنا، انا اشكرك ابو مريم. معنا اتصال ام محمد من كربلاء، تفضلي ام محمد. ام محمد تسمعيني؟ انقطع كذلك اتصال. رساله يقول بها رحمه على والديك، انا خدمتي 40 سنه وعمري هسه 65 ولم احصل على قطعه ارض، ايش وقت يعطونا الما نموت؟ 40 سنه خدمه وما مطيقع، والجماعه سلموا الحكم ما شاء الله صاروا مليارديه. طبعا معاون مدير دائره الاسكان، معاون مدير دائره الاسكان التابعه لوزاره الاعمار والاسكان زهير عوده كشف عن حاجه العراق ل 150 الف وحده سكنيه سنويا لمواكبه التزايد السكاني. طبعا الحكومه وين تخطيطها؟ صار 16 سنه ما شفنا انه انبنت مجمعات سكنية فعلية، يعني بعض المجمعات انبنت. إذا 150 ألف وحدة سكنية كل سنة، شو وقت يلحقون الجماعة؟ شو يريدون بعد 16 سنة؟ طبعا قال بأن الإحصائيات تشير إلى أن الحاجة لبناء الوحدات السكنية تتراوح بين 2 و 3 مليون وحدة، وبأن حجم الحاجة السنوية هي وفق الزيادة السكانية التي تقدر بمليون وبضع مليون نسمة، ما يعني أن هناك حاجة تتراوح بين 100 و 150 ألف وحدة سكنية سنويا. وأشار إلى أن نسبة العشوائيات بلغت 7%، وكشفت كذلك لجنة الخدمات النيابية بأن عدد المشاريع الوهمية في العراق، خلونا نتحدث عن المشاريع الوهمية، الجماعة يبنون مشاريع ولكن مشاريع وهمية، شقد بلغت منذ العام 2003 ولغاية الآن؟ 6000 مشروع وهمي، 6000 مشروع وهمي بكلفة تبلغ 200 تريليون دينار عراقي، 200 تريليون دينار عراقي. اللجنة تحدثت وقالت بأن الأموال، أموال المشاريع الوهمية ذهبت، راحت إلى جيوب الزعماء، زعماء الأحزاب المتنفذين وفي مقدمتهم نور المالكي، وشددت على ضرورة أن وجوب تدقيق جميع المشاريع التي تم تنفيذها وتسببت بهدر كبير للمال العام من ميزانية الدولة. دعت اللجنة إلى محاسبة الفاسدين واستعارة الأموال المنهوبة من خزينة الدولة بفعل تلك المشاريع التي لم تكن لها حقيقة على أرض الواقع، وأكدت مصادر محلية بأن جهات أمنية منعت أكثر من 2100 شخص في سامراء من استثمار أراضيهم أو الدخول إليها. هسه نجي نسولف بالتفصيل على هذا موضوع سامراء. وعدنا أم غسان من سامراء، تفضلي أم غسان. أي أحكي أتكلم؟ تفضلي. أي نعم، بس نصل التلفزيون للأخير الله يخليك. أي عافية عافية عافية، يعني هذا البرنامج مالكم أحبه. الله يسلمك الله يخليك. تسلمي تسلميلي الله يحفظك. يحفظكم الله ويخليكم ويحفظكم. أنتم عالم. الله يسلمك. قعدنا بالعراق غيركم. الله يسلمك، هذا واجبنا. والحسنة والمتخلفين دمرانا تدمر. نعم. أنا من سامراء خطية، شكو رجال. والله كل شيء ما بي أخذوه صلاة السلام. أنت مقتدى، مو أبوك هذا رجال. ايش يسوي بالعالم؟ ما يخاف من الله، الله ولا يصير بهم شيء؟ هذول شنو؟ يعني هيك عايشين الدنيا لماكو اخره بعد؟ لا شوف سامره محتلين اراضيهم، محتلين البيوت، يعني محتلين الدوائر الرسميه الطاف والنفوس وغيرها وغيرها، والشوارع اللي احنا يعني ممنوع علينا نمشي بها، ليش؟ حتى على الهادي ما يخلونا نزور، عبك مالهم مال خلصوهم، ذول شنو الجماعه؟
هذول يعني حزنة المجتمع والله العظيم، مثلهم ولا اعلن بايش حراميه. انت المقتدى وابوك هوش رجال، ما تفكر شويه وتقول ايش يسوي البيت. والله دعتك شكوا في بيتك سامر، يقول ابننا محبوس، رجلي محبوس، يعني انا صحفيه مفصوله. بلاكن مو هيك لهالدرجه. ومغسله شو وقت اخذوهم؟ بين عيونهم. شو وقت اخذوهم؟ والله من زمان يا عيني، من جو سرايا السلام، من خشوا سرايا السلام. نعم. سامره. قبل كم سنه؟ من قول لنا المقتدى كم سنه من جيت سرايا السلام؟ نعم. جيب سرايا السلام قبل اربع سنين؟ يعني اني ايه نعم. كلهم خطيه كليتهم، يعني انا متاثره الاطفالهم يتامى ما عندهم عيشه ما عندهم، شلون عايشين المجتمع؟ ذولا ما يخافون من ربهم، ما يقولون ذولا الناس شلون راح يعيشون؟ يعني يريدون العالم تنحرف، مستحيل ننحرف احنا بلد المسلمين وخاصه سامراء، مستحيل. نعم. واللي ياخذ اراضينا ان شاء الله ياخذ الله المالكي ويجب ان شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل عليه وعلى عائلته. نعم. وعلى كل من جاب الميليشيات علينا وعلى كل من جاب سرايا السلام، ايش بيسووا بالشباب؟ والله لو عدك اسمائهم يعني تنقهر يا عيني. نعم. ليش خطيه؟ الله يعينكم، الله يعينكم. ليش؟ انا اشكرك ام غسان واعتذر، لان هم عندنا ام رشيد من سامره ظاهر هم عندها شكوى، تفضل يا ام رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك يا بشار؟ اهلا بيك، الله يسلمك، تفضلي. زاد فضلك يا استاذ عمر، يحفظك رب العالمين. انت اعلاميين وانتو احنا والله هسه مستعينين بيكم برب العالمين. نعم ونعم بالله. كم مره خابرت على المود ابني يا با، يحفظك الله يا با، طالبونا بيهم المغيبين. نعم. والله يا با نفض صبرنا، ولدنا راح وصار اربع سنوات كل شيء ما نعرف عنهم. نعم الله يعينك. اريد يعني اريد تقول له ان خبره يفرحنا، اريد نعرفهم طيبين. والله نفض صبرنا، الله وكيل، صبرنا صبر نبي الله ايوب. لا اله الا الله. والله يا ام رشيد نسولف ودنحكي ويا معودين منا لهنا، بس اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. يعني قاتل يعني شنو هيك حياه العراقيه صارت رخيصه؟ لا اله الا الله. والله ترى هاي مو راهمه من الحكومه هيك تسووا بينا، احنا نريدهم يريحونا لو بهذلونا. احنا تعبنا طبينا وراحوا ولدنا، راحت سياراتنا، نقول السيارات خلي ولد، بس ولدنا نريدهم ليش؟ نعم الله يفرج عنهم، الله يفرج عنهم. انا اشكرك ام رشيد واعتذر جدا من عندك، انتهى وقت البرنامج، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.